والمناسبة معانا عبر الهاتف الآن الكابتن أحمد قناوي المدرب العام للنادي الإسماعيلي. يا فندم مساء الخير، مشرفني ومنورني. كريم ربنا يخليك يا حبيبي، وبنشكرك على المقدمة وبنشكرك على شعورك واتجاهك لنادي الإسماعيلي حبيبي. شكرا ليك يا حبيبي. ألف مليون مبروك النهاردة، فوز عن كل استحقاق وجدارة الحقيقة. والله الحمد لله، فضل ربنا كبير عليه زي ما انت قلت، وزيادة المكسب والسعادة اللي انت فيها ان انت كسبان فرقة كبيرة النهاردة بحجم نادي الزمالك وباللعيبة الموجودة في نادي الزمالك، وفي التوقيت الصعب اللي انت موجود فيه كجدول وكنفسية لعيبة، خروج من مباراة هزيمة المباراة اللي فاتت بأداء ما كانش مرضي بالنسبة لنا مباراة بيراميدز، والحمد لله ان قدرنا النهاردة مباراة على أرضنا قدام خصم كبير، طبعا ان ربنا وفقنا بتوفيقه الحمد لله، ونخرج بثلاث نقط وده الأهم لينا في مشوارنا مع النادي الإسماعيلي. منذ تواجد هذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمزة الجمل والنتائج تتحسن كثيرا سواء بانتصارات أو على الأقل تعادلات باستثناء الهزيمة الأخيرة كانت أمام بيراميدز، الامور تحسنت، الامور هدأت كثيرا في النادي الاسماعيلي ولا لسه في بعض الامور اللي محتاجه تتعالج؟ والله الحمد لله فعلا تم المباراه لنا في الدوري 4 بفضل ربنا الحمد لله مكسب وثلاثة تعادل وهزيمه وحيده المباراه الاخيره بيراميدز، والحمد لله. انت عارف انت الوضع صعب لما بكون انت محطوط في الجدول وفي الترتيب اللي احنا جينا عليه الموسم ده او الموسم اللي فات، مش ده وضع نادي الاسماعيلي ومش ده اللي يليق باسم نادي الاسماعيلي وجماهيره وتاريخ نادي الاسماعيلي ولا باللعيبه الموجوده فيه حاليا الموسم اللي فات ولا الموسم الحالي. فالحمد لله رب العالمين، كل ما ربنا بيوفقك في مكسب وبتاخد 3 بونت وما بتخسرش وبتجمع نقاط بتديك ارتاحيه في الملعب شويه بالنسبه للعيبه، ما فيش توتر ما فيش عصبيه، وكل ما ربنا بيوفقك بتطمن اكتر في النتيجه، بيبان مستوى اللعيب الحقيقي. يعني اللعيب ما بيبانش مستواه في توتر، بيبان مستواه الحقيقي، النواحي الفنيه بتبقى في اعلى مستوياتها لما كل اللعيب بيلعب بارتاحيه، ما فيش تحت ضغط، ما فيش النقطه، ما فيش الترتيب الجدول متاخر. فالحمد لله كل ما ربنا بيوفقنا بنستريح اكتر واللعيبه بتبدا تطلع كل الحاجات اللي عندها احسن. يعني النهارده الاداء بتاع الفريق كان في الشوط الاول في فرص ضائعه وحتى في الشوط الثاني كان في فرص ضائعه، حسيت في اي لحظه من اللحظات ان المباراه ممكن تهرب منكم؟ والله الحمد لله، طبعا انت اللعيبه بيبان من التركيز المباراه، طبعا كلهم مش راضيين على الاداء اللي فات في مباراه بيراميدز والهزيمه اللي هي في اخر مباراه قبل مباراه الزمالك. النواحي المعنويه والنفسيه كابتن حمزه والجهاز الفني اتكلموا فيها في خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا، انت عارف ان ما بين المباراة والمباراة 3 أيام ما بتلحقش تشتغل، ما بتشتغل الشغل الفني بتاعك ماشي، ولكن بتبدأ تشتغل على النواحي الإرادية عند اللعيبة والنوافع والنواحي النفسية. فاللعيبة الحمد لله طالما اللعيب حاسس ان هو ما كانش موافق المباراة اللي فاتت وعايز يعوض في مباراة ثانية أيا كان حجم المنافس والخصم اللي بتلعبه، فدي كانت باينة في وشوش اللعيبة حتى في الإحماء النهاردة في المباراة، ويزيد على كده توفيق ربنا لينا ان احنا اللي تقدمنا بالهدف وادانا ثقة وادانا أداء في الملعب الحمد لله رب العالمين، وتماسكنا أكتر حتى بعد الهدف ما جه فينا. كنت أنت الأفضل في الشوط الثاني لأن كان في اندفاع هجومي لنادي الزمالك، تغييرات فيها اندفاع فيها لعيبة النواحي الهجوميه عندها اكثر في نادي الزمالك، فدي اديتنا افضليه في الهجمات المرتده لينا في النص ساعه الاخيره من المباراه. من اللعيبه اللي انا اتفاجئت النهارده ان هم مش موجودين في التشكيله الاساسيه كريم الديب، كنتوا بتفكروا فيه، هو شارك في الشوط الثاني ولكن هو من العناصر اللي كانت موجوده بشكل دائم في الفترات الماضيه ومن العناصر المهمه. لعيب كريم لعيب كويس واضافه للفرقه الموسم ده، وتعامل مع المباريات كويسه، وهو جزء من اللعيبه المميزه اللي عندنا في الفرقه، ولكن انت عارف كل مباراه النهارده يعتبر غيرنا شكل الطريقه اللي بنلعب بيها، فكان وجود مدبولي مهم جدا النهارده، وكان ياو على الطرف والشامي وقدام انفراد، فكان في تغيير في شكل الطريقه. انت كنت بتلعب النهارده 4-2-3-1 يا كابتن احمد صح؟ محتاجه النوعيه اللي كانت موجوده في الملعب. انت النهارده كنت بتلعب 4-2-3-1 مظبوط؟ بالظبط كده 4-2-3-1. انا لما بصيت على التشكيل في اول 4-3-3 بعد ما نزلنا التغييرين شبراوي ومخلوف صحيح، انا حسيت من بدايه المباراه ان النوايا كانت هجوميه مظبوط. ما هو انا بقول لك انت بتلعب مباراه على ارضك ومباراه مع خصمك وكل حاجه، بس وضعك في الترتيب وضعك في الجدول ما يعني طبعا نادي الزمالك نادي كبير ونادي ليه تاريخ وكل حاجه، بس انت بتحاول تاخد الثلاث نقط النهارده عشان تستريح في الطريق بتاعك بتاع الدوري اللي لسه لك 8 مباريات او 9 مباريات، فانت بتحاول على قد ما بتقدر بتجمع نقاط وليه ما يكونش مكسب النهارده مع نادي الزمالك. صحيح، مباراه الزمالك وبروكسي في كاس مصر اغرتكم على الشكل الهجومي ده؟
لا لا، احنا لما بنبص ما بنبصش على المباراه الاخيره، وخصوصا المباراه الاخيره بيبقى ليه طبعا هو ريح ناس لعيبه كتير، فده مش حكم لينا. بالنسبه لنا بنتفرج على المباراه، ما تتفرجش على المباراه كان في نهائي كاس مصر مع احترامي لفرقه بروكسي، ولكن انت بتتفرج على اخر مباراه في الدوري او المباراه اللي لعبها المدير الفني الجديد، حتى هو لو ليه مباراتين او ثلاثه بتجيب الشرايط او بتجيب المباريات اللي بتتفرج عليها بوجود المدير الفني الجديد واخر مباريات الدوري العام، انما مباراه الكاس ما بتتفرجش عليها. طبعا طبعا بعيد المستوى عن الخصم، رغم ان هو عامل مباراه كويسه جدا جدا امام الزمالك، ولكن مش هو ده الفرقه اللي كان هيبدا بيها قدامنا النهارده. صحيح. كابتن احمد قناوي المدرب العام للنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك على الفوز النهارده امام نادي الزمالك.